أنا شيف طالب أشمي، وصلت نهائيات موسم الرابع من توب شيف. أنا صرت شيف لأن الأكل هو يسعد الناس، ومن شجعني عائلتي أنا كنت دائماً أطبخ لهم. فالطبق اللي بسويه اليوم هو تاكوز على النكهة الهندية. أنا سويت هالطبق في السيمي فاينل في الاختبار، فقدر أسويه بطريقة أسهل وبستخدم زيت عافية في هاي الطبق اليوم. فالمكونات اللي بستخدمها اليوم عندنا زنجبيل، كزبرة، ثوم، أناناس، معجون طماط، دياي، ليمون، بهارات وبصل أحمر. وطبعاً ما في غنى عن زيت عافية، مع لونه الذهبي قوامه المتماسك ويسبك الأكل. ببتري أول شيء مع الزنجبيل الثوم، بقطعه قطع صغيرة، بقطع البصل الأحمر، الحين بنقطع الدياي اللي هو نفس ما قلت لكم المكون الأساسي في الطبق. من أكبر الصعوبات اللي أنا كانت عندي في البرنامج إن ألقى طريقة نوازن بين أكل صحي ويكون الطعم للحين موجود. فبحط عليه شوية زيت حتى يعطيه لون ذهبي، شوية كزبرة مطحونة، شوية كركم والفلفل. أول ما نشوف إنه يبتدي يتغير اللون نقدر نضيف عليه معجون الطماط كمية صغيرة، بعدين نخلي عليه الروب كمية بسيطة، نخليه يطبخ لين ما يستوي الدياي ويصير شوية غليظ الصوص اللي معاه. الحين قرا قطع الأناناس، بنسوي منه توبينج. طبخت البصل على المقلة مع الثوم والزنجبيل، فهذه بعد بيروح فوق الدياي في التاكو. من الذكريات الحلوة اللي كانت عندي في البرنامج الصراحة المفاجأة لما الوالد يجي على البرنامج توب شيف. هاي يعطي الطعم نكهات هندية، بصل أحمر هاي أهم شيء نسوي، بعدين نحط شوية أناناس هو على ذوقكم، بنزين بالكزبرة. أنا انتهى مشواري في توب شيف، لكن إن شاء الله المستقبل بيكون فيه وايد أشياء زينة. صحة وعافية.